بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس مادة الفيزياء للصف الثاني عشر. عنوان درسنا لهذا اليوم طاقة الوضع الكهربائية والجهد الكهربائي الجزء الثاني. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يكتب قانون حساب الجهد الكهربائي عند نقطة في مجال شحنة نقطية اعتمادا على مقدار الشحنة وبعد النقطة عن الشحنة، يمثل بيانيا العلاقة بين الجهد الكهربائي عند نقطة وبعد النقطة عن الشحنة، يعدد خصائص الجهد الكهربائي، وأخيرا يحل أسئلة متنوعة على الجهد الكهربائي الناتج من شحنة نقطية مفردة أو من شحنات متعددة. درست سابقا عزيزي الطالب أن الجهد الكهربائي يحسب من خلال العلاقة V equal EP over Q، حيث V الجهد الكهربائي لشحنة موجودة عند نقطة في مجال شحنة نقطية أخرى ويقاس بوحدة الفولت. EP هي طاقة الوضع الكهربائية والتي تقاس بوحدة الجول. Q هي الشحنة الكهربائية الموضوعة عند النقطة والتي وحدتها كولوم. أما بالنسبة لفرق الجهد الكهربائي فإننا ندرس نقطتين مثل A و B، ويمكن حساب فرق الجهد الكهربائي بين A و B من خلال العلاقة V equal VP minus VA والتي تكافئ دلتا EP over Q، حيث دلتا V هي فرق الجهد الكهربائي، VP هي الجهد النهائي، VA هي الجهد الابتدائي وكلتاهما بوحدة الفولت. أما دلتا EP فهي التغير في طاقة الوضع الكهربائية تقاس بوحدة الجول والتي تكافئ القيمة السالبة للشغل المبذول لنقل الشحنة بين النقطتين. أما Q فهي الشحنة الكهربائية الموضوعة عند النقطة المراد دراستها. في درس اليوم سنقوم بدراسة الجهد الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية والعوامل المؤثرة فيه. والآن دعنا نفكر في الأسئلة التالية: شحنتان اختباريتان Q1 وQ2 مختلفتان في المقدار وعلى بعدين متساويين R و R عن الشحنة Q المنتجة للمجال، أي الشحنتين سيكون لها جهد كهربائي أكبر؟ في حالة أخرى يوجد لدينا شحنتان اختباريتان Q1 وQ1 متساويتين في المقدار، لهما المقدار نفسه، وعلى بعدين مختلفين R و R فتحة عن الشحنة Q المنتجة للمجال، أي الشحنتين سيكون لها جهد كهربائي أكبر؟ وفي حالة أخرى يوجد لدينا شحنتان Q وQ فتحة مختلفتان في المقدار، ما العلاقة بين الجهد الكهربائي الناتج عند النقطتين A و B اللتان لهما البعد نفسه من كل شحنة؟ إذن لاحظ A و B، هذه الأسئلة إن شاء الله سنقوم بإجابتها خلال درسنا في هذا اليوم. لدراسة الجهد الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية سنقوم بالتجربة الافتراضية أدناه، وسنحاول الإجابة عن السؤالين التاليين: ما أثر تغير مقدار الشحنة المنتجة للمجال على الجهد الكهربائي؟ ما أثر تغير بعد النقطة R عن الشحنة المنتجة للمجال على الجهد الكهربائي عند تلك النقطة؟ في التجربة الافتراضية سنقوم باختيار شحنة موجبة. لاحظ عزيزي الطالب أن اتجاه المجال الذي تمثله الأسهم البيضاء يكون بعيدا عن الشحنة الموجبة. الآن سنقوم بقياس قيمة الجهد الكهربائي عند عدة نقاط تبعد مسافات مختلفة عن الشحنة النقطية.
لاحظ عزيزي الطالب أن قيمة الجهد الكهربائي تتناقص تدريجياً بالابتعاد عن الشحنة المنتجة للمجال. لاحظ أيضاً أنه يمكن أن نستنتج أن العلاقة عكسية بين الجهد الكهربائي وبعد النقطة. أما الآن سنقوم بتغيير قيمة الشحنة المنتجة للمجال بإضافة شحنات إضافية. الآن قمنا بإضافة 1 نانو كولوم إضافية. لاحظ قيمة الجهد كيف تزداد تدريجيا مع زيادة القيمة للشحنة المنتجة للمجال. إذن العلاقة طردية بين قيمة الشحنة المنتجة للمجال والجهد الكهربائي عند نقطة ما. بناء على نتائج التجربة الافتراضية السابقة نستنتج أنه إذا كان لدينا شحنة كهربائية Q مثل هذه الشحنة تنتج مجالا كهربائيا، فإن الجهد الكهربائي V عند أي نقطة في مجال الشحنة النقطية يعتمد على أولا الشحنة الكهربائية المنتجة للمجال Q، وكذلك بعد النقطة عن الشحنة الكهربائية المنتجة للمجال والذي يسمى ب R. بناء على العوامل السابقة يمكن التعبير عن الجهد الكهربائي V الناشئ عن شحنة نقطية Q عند نقطة تبعد مسافة R عنها بالعلاقة التالية: V equal KQ over R، حيث أن V الجهد الكهربائي عند نقطة ووحدته فولت، K ثابت كولوم ويساوي 9 times 10 to the power 9 نيوتن دوت متر سكوير بير كولوم سكوير. Q الشحنة الكهربائية المنتجة للمجال الكهربائي ووحدتها كولوم، R بعد النقطة التي يحسب عندها الجهد الكهربائي عن الشحنة المنتجة للمجال ووحدتها متر. تذكر عزيزي الطالب أن الجهد الكهربائي كمية قياسية، لذا يتم التعويض في الحسابات بمقدار ونوع الشحنة Q. فالشحنة إذا كانت موجبة نضعها موجبة، وإذا كانت سالبة نضعها سالبة. التمثيل البياني للجهد الكهربائي في مجال شحنة موجبة وأخرى سالبة. لاحظ عزيزي الطالب أن العلاقة الرياضية التي تحسب الجهد الكهربائي للشحنة الموجبة هي V equal plus KQ over R، حيث تكون قيمة الشحنة موجبة لذا سيكون الجهد موجبا. إذن يكون الجهد الكهربائي موجبا بالقرب من الشحنات الموجبة. إن التمثيل البياني للجهد الكهربائي قرب الشحنة الموجبة مع المسافة يعطى من خلال الرسم التالي. لاحظ عزيزي الطالب أن قيمة الجهد تتناقص تدريجياً كلما ابتعدنا عن الشحنة الموجبة، حيث تكون العلاقة عكسية. أما بالنسبة للشحنة السالبة فإننا نستخدم العلاقة V equal minus KQ over R، حيث تكون قيمة الشحنة سالبة لذا سيكون الجهد سالبا، أي أن الجهد الكهربائي يكون سالبا بالقرب من الشحنة السالبة. إن التمثيل البياني للجهد الكهربائي بالقرب من الشحنة السالبة مع المسافة يعطى من خلال الرسم التالي. لاحظ كيف تقترب قيمة الجهد الكهربائي من الصفر كلما ابتعدنا عن الشحنة السالبة. والآن يمكننا الرجوع مرة أخرى إلى أسئلة التمهيد في بداية الدرس. في الحالة الأولى كان لدينا شحنتان اختباريتان مختلفتان، لكنهما تبعدان البعد نفسه عن شحنة نقطية، أي من الشحنتين سيكون لها جهد كهربائي أكبر؟ الإجابة: لا يعتمد الجهد الكهربائي على الشحنة الموضوعة عند النقطة أو الشحنة المتأثرة بالجهد، وحيث أن الشحنة المنتجة للمجال ثابتة وبعد الشحنتين الاختباريتين متساوٍ،
لذا يكون الجهد الكهربائي متساوٍ. في الحالة الثانية، كان لدينا شحنتان اختباريتان متماثلتان، لكن تبعدان مسافتان مختلفتان عن شحنة النقطية. ففي هذه الحالة، بما أن الشحنة المنتجة للمجال ثابتة، فإن الشحنة التي توجد على بعد أقل يكون لها جهد كهربائي أكبر. أما في الحالة الأخيرة، كان لدينا شحنتين مولدتين للمجال مختلفتين في القيمة، لكن يوجد نقطتين A و B تبعدان المسافة نفسها عن كل شحنة نقطية. وبالتالي بما أن النقطتين لهما البعد نفسه، لذا يكون الجهد الكهربائي أكبر حول الشحنة التي لها مقدار أكبر. مثال رقم 9 صفحة 24 في الكتاب المدرسي. احسب الجهد الكهربائي عند نقطة تبعد 1 متر عن شحنة قدرها 1 كولوم. قارن إجابتك مع جهد بطارية قدره 9 فولت. الحل: إن قيمة الجهد الكهربائي هي المطلوبة، المسافة هي R، وQ هي الشحنة المولدة للمجال. V equal KQ over R، هذه هي العلاقة الرياضية التي تحسب الجهد الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية. وبالتعويض 9 times 10 to the power 9 times 1 قيمة الشحنة over 1 قيمة المسافة، ينتج معنا أن الجهد يساوي 9 times 10 to the power 9 فولت، أي 9 مليارات فولت. لاحظ أن قيمة الجهد التي حصلنا عليها أكبر تقريبا ب 9 مليار مرة من جهد بطارية قدره 9 فولت، حيث أن الشحنة الكهربائية 1 كولوم كبيرة جدا. مثال رقم 12 صفحة 27 في الكتاب المدرسي. احسب الجهد الكهربائي على بعد 0.5 times 10 to the power minus 10 متر من بروتون، علما أن شحنة البروتون هي 1.6 times 10 to the power minus 19 كولوم. الحل: المطلوب هو الجهد، R هي المسافة، وQ هي الشحنة المنتجة للمجال. V equal KQ over R، وبالتعويض 9 times 10 to the power 9 times 1.6 times 10 to the power minus 19 over 0.5 times 10 to the power minus 10، ويكون الجواب هو 28.8 فولت. مثال رقم 22 صفحة 45 في الكتاب المدرسي. ينتج عن شحنة Q1 المجال الكهربائي الموضح. وضعت شحنة أخرى Q2 على مسافة R من Q1، كيف سيتأثر الجهد الكهربائي إذا؟ أولا إذا تضاعفت Q1. الحل: بالاعتماد على العلاقة الرياضية V تساوي KQ over R، فإننا نستنتج أن مقدار الجهد الكهربائي سوف يزداد إلى الضعف، وسبب ذلك عندما تضاعف الشحنة المولدة أو المنتجة للمجال الكهربائي، فإن قيمة الجهد الكهربائي سوف تتضاعف أيضاً لأن العلاقة بينهما طردية. أما بالنسبة للفرع B عند تضاعف Q2، فإن قيمة الجهد الكهربائي لن تتغير، وسبب ذلك هو عدم وجود الشحنة المتأثرة في قانون الجهد الكهربائي. أما بالنسبة لتضاعف الشحنتان معاً، فإن الشحنة المنتجة للمجال هي التي ستؤثر فقط، وبالتالي سيزداد مقدار الجهد الكهربائي إلى الضعف، ولن يؤثر تضاعف الشحنة المتأثرة بالجهد أو المتأثرة بالمجال الكهربائي. أما بالنسبة للفرع D، فعند تضاعف المسافة بين الشحنتين R لتصبح 2R، فإن قيمة الجهد الكهربائي لابد لها أن تقل إلى النصف. إذن لاحظ عزيزي الطالب، يقل الجهد الكهربائي إلى النصف لأن العلاقة عكسية بين الجهد الكهربائي والمسافة. نأتي الآن عزيزي الطالب إلى دراسة خصائص الجهد الكهربائي. لنفترض أنه يوجد لدينا نقطة تقع بالقرب من عدة شحنات نقطية Q1
Q2 Q3 وأيضا تقع على مسافات مختلفة من كل واحدة منها. فكيف نحسب الجهد الكلي عند النقطة المراد دراستها؟ إن الجهد الكهربائي الكلي الناتج عن مجموعة من الشحنات هو المجموع الجبري لجهود الشحنات كل على حدة. إذا نستطيع أن نكتب V total وهو الجهد الكلي يساوي V1 plus V2 plus V3 وهكذا، لأن الجهد الكهربائي كمية قياسية، لذا نهتم فقط بالجمع الجبري أو جمع المقادير دون النظر إلى الاتجاهات. لا تنسى تعويض إشارة الشحنة في هذه الحالة، فيكون جهد الشحنة السالبة سالباً وجهد الشحنة الموجبة موجباً، لأن الجهد كمية قياسية. الخاصية الثانية: فرق الجهد الكهربائي بين نقطة وأخرى لا يعتمد على المسار المتبع بين هاتين النقطتين. لكي نفهم هذه الخاصية دعنا ندرس المثال التالي، مثال رقم 14 صفحة 28 في الكتاب المدرسي. يمكن لشحنة موجبة أن تسلك ثلاثة مسارات مختلفة بين الموقعين 1 و 2. أي المسارات يحقق أكبر فرق في طاقة الوضع بين الموقعين، وأيهما يحقق أقل فرق؟ لاحظ هذه النقطة الأولى وهذه هي النقطة الثانية، قمنا بنقلها بمسارات مختلفة. المسار الأول هو من 1 إلى 2 مباشرة، المسار A، أما المسار B فهو بهذا الشكل المنحني، والمسار C ابتعدنا قليلا ومن ثم عدنا إلى النقطة 2. في الواقع من خصائص الجهد الكهربائي أنه لا يعتمد على المسار المتبع، لذلك فإن فرق طاقة الوضع الكهربائية لن يتغير وسيكون ثابتا بين المسارات الثلاثة الموضحة بالشكل، وكذلك فرق الجهد الكهربائي لن يتغير بين النقطتين لأن شكل المسار لا يؤثر في فرق الجهد الكهربائي أو في التغير في طاقة الوضع الكهربائية. مثال رقم 10 صفحة 25 في الكتاب المدرسي. احسب الجهد الكهربائي عند النقطة X الناتج عن الشحنتين الموضحتين في الشكل. هذه هي النقطة X. الحل: إن الجهد الكهربائي الكلي عند النقطة X هو مجموع الجهود الكهربائية للشحنتين -3 مايكرو كولوم و +3 مايكرو كولوم، وبالتالي نستطيع أن نكتب V total تساوي V1 plus V2، حيث أن V1 تساوي KQ1 over R1 و V2 تساوي KQ2 over R2. لكن لابد لنا من معرفة قيم الشحنات الكهربائية وبعد النقطة X عن كل منها. سوف نقوم بتسمية الشحنة -3 مايكرو كولوم بQ1 وبعدها R1، أما الشحنة Q2 والتي تمثل +3 مايكرو كولوم ستبعد مسافة قدرها R2 عن النقطة X. لاحظ عزيزي الطالب أن R2 تمثل وتر المثلث قائم الزاوية، لذا سوف نستخدم قانون فيثاغورس لحساب R2، لذا نكتب R2 تساوي square root of 3 square plus 4 square، وبالتالي الإجابة ستكون 5 سنتيمتر. نعود إلى التعويض الآن في العلاقة الرياضية للجهد الكلي للنقطة X. نكتب 9 times 10 to the power 9 times minus 3 times 10 to the power minus 6 وهي قيمة الشحنة الأولى. لاحظ عزيزي الطالب لأن الشحنة سالبة قمنا بوضع الإشارة السالبة. Divide 3 times 10 to the power minus 2 plus 9 times 10 to the power 9 times 3 times 10 to the power minus 6 over 5 times 10 to the power minus 2. وبإجراء الحسابات نستنتج أن قيمة الجهد الكلي تساوي minus 3.6 times 10 to the power 5 volt. مثال 13 صفحة 28 في الكتاب المدرسي.
احسب الجهد الكهربائي عند النقطة A إذا كانت قيمة Q تساوي 5 times 10 to the power minus 10 كولوم. لاحظ في المسألة يوجد لدينا ثلاثة شحنات Q1, Q2, Q3. Q1 قيمتها 2Q، Q2 قيمتها Q، وQ3 قيمتها minus 3Q. الحل: لحساب الجهد الكلي عند نقطة ما، فإننا نستخدم العلاقة V total تساوي V1 plus V2 plus V3، وبالتعويض وأخذ K كعامل مشترك. لاحظ أننا قمنا بتعويض قيم الشحنات 2Q Q minus 3Q. قبل الاستمرار لابد لنا من معرفة المسافات R1 و R2 و R3. أولا، بعد الشحنة Q1 عن النقطة A. لاحظ عزيزي الطالب أن R1 ستساوي 3 times 10 to the power minus 3 متر. لاحظ عزيزي الطالب أن المسافة بين الصفر والثلاثة هي 3، لكن معامل الضرب هنا 10 to the power minus 3، لذا قمنا بكتابة R1 equal 3 times 10 to the power minus 3، وسنقوم بالأمر ذاته للشحنات Q2 وQ3. لاحظ عزيزي الطالب أن R2 ستساوي 1 ضرب 10 باور ماينس 3، لأن بعد Q2 عن النقطة A هو 1 فقط، حيث قمنا بطرح 3 ماينس 2 لنستنتج أن R2 تساوي 1 ومعامل الضرب هو 10 to the power minus 3 متر. والطريقة ذاتها للشحنة الثالثة Q3، لاحظ عزيزي الطالب أن البعد بين النقطة 5 و 3 هو 2 ومعامل الضرب هو 10 to the power minus 3. الآن سنستمر بالتعويض 9 times 10 to the power 9 هذه K plus 2 times 5 times 10 to the power minus 10 over 3 times 10 to the power minus 3 plus 5 times 10 to the power minus 10 over 1 times 10 to the power minus 3 plus minus 3 times 5 times 10 to the power minus 10 over 2 times 10 to the power minus 3. وبإجراء الحسابات نستنتج أن الجهد الكلي سيساوي 750 فولت. انتهى درسنا لهذا اليوم. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.